انطلقت أعمال منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد اكتفاء 2022 الذي تنظمه أرامكو في الظهران، ويقدم اكتفاء أكثر من 180 فرصة استثمارية بمشاركة أكثر من 250 جهة عارضة و50 ندوة استثمارية وخمس جلسات حوارية، ويهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة.